عشان ده مع جهازها. اخواتك ما صدرش يا استاذ. ايوه فاضل نص الدرس. ايوه واخد بالك. ايوه ماشي. نرجع بقى اللي كنا فيه. We're going to talk about the people according to their sex, their gender, their type as male and female, man and woman, boy and girl. نخليه بس يستعيد اللي هو كان فيه عشان تبقى الامور منضبطه للجميع. طيب يبقى عندنا ميل واضح ان الخط ده مش لذيذ يعني كانه ما حصلش. اختار واحد غيره. ميل and female. Okay. طيب people as male اللي هو احنا يعني can be what? Can be a son. صح كده؟ طيب وايه كمان؟ grand son. كده؟ Yes. We كمان can be a brother. صح؟ Can be a nephew. We'll see this. Can be an uncle. خلينا نقول قبلها cousin and can be an uncle. مين ده؟ احنا. كم حالة دول؟ 1 2 3 4 5 6. كل ده في حالة لما نكون احنا single. لما نكون what? Single. طب اذا حضراتكم حد فيكم حب يزود المجانين اللي هو احنا واحد ويعمل الطمه الكبيره ويتحول من سنجل الى مالد فيتحول يبقى هاسبند بعد 9 شهور من تلك الجريمه يتحول الى فادر ثم grandfather. أيوة. ممتاز. سلمان مش كده؟ عبد العزيز اللي جاوب يا أستاذ. أبو طالب. ايش أبو طالب قيسي؟ أنت في أي ربع يا حبيبي؟ الثالث. معانا؟ أيوة تو الحين سجلت أنا حذفت. أنت كنت سبت ربع مش كده؟ ربعين سبتين. الحمد لله على السلامة يا أبو طالب. الله يسلمك حياك. طيب. هنروح الناحية الثانية. هنا طبعا if you getting married for the female if I am a son she is going to be daughter. A daughter. If I am a grandson she is going to be granddaughter.
اعتذر من سوء الخطأ مكتب بسرعة لأن المحاضرة للأسف بقى لها دقائق أقل وتنتهي. Brother, she is sister. A nephew, she is a niece. خلي بالنا من السبيلينج تاني مرة بقولها اهو. وشلنا حرف nice. دي مشكلة. خلي بالنا من السبيلينج. Cousin, to be a cousin. يا سلام لو كله كده يا مستر يبقى جميل. وكنت طبعا جيت هنا واخدت الكورس اصلا كنت قعدت في البيت طبعا. Uncle, to be uncle. Aunt, this is British. Aunt, this is American. Wife. Husband. Wife. يلا فرصة للترجمة. Wife in Arabic means زوجة. زوجة. خطأ. حكومة. مراتي. حكومة. مدام. زوجين بس اللي يفهموا الكلمة دي. أما السنجل خليكوا كده. يعني مش. إحنا كمجانين مش محتاجين نزيد واحد. حلوين كده. ماشي كده. أوكي. Father. Mother to be. Mother. Mother. Grandmother. Grandmother. Mother. طبعا هم عندهم فرصة يكملوا. احنا ما عندناش الفرصة للأسف. هم ممكن يكملوا great grandmother ما شاء الله. ها ممكن great great grandmother. خد بالك. ما احنا طرعنا بقى. وعلى على قدنا كده. آخرنا grandmother تقريبا يعني. مش كده برضو؟ صحيح. العلاقات دي هشرحها بشكل مفصل اكتر بكره ان شاء الله. ولكن غالبا كل اثنين منهم نقدر نحطهم تحت مسمى واحد. فلو قلنا son and daughter وحطيناهم تحت مسمى واحد هيكون كلمه child or child. kid kids. وبالتالي البلورال بتاعتها هتكون kids children children or kids. Kids. مش childs. مش حاجة اسمها childs. ماشي. عشان بس نتفق مع بعض. Children and kids. Grandson or granddaughter. هيكون grand children. طبعا اختصر بس عشان الوقت. Brother and sister. في كلمة واحدة هتكون siblings. Siblings. Or sibling المفرد. Nephew and niece ما فيش لها كلمة. Cousin and ما فيش لها كلمة. Uncle and wife and aunt برضو ما فيش. Husband and wife can be what? Couples. Couples. Father and mother ها خدناها دي من يقول انت صح؟ برنت Yes, parents. Grandfather and grandmother, yep. Grandparents. Grandparents, ممتاز. العلاقات دي هنبني عليها بكرة إن شاء الله. The family tree. لهذه النقطة. حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال؟ Have a lecture. I have a lecture. اوكي دكتور محمد تفضل زاد فضلك انا اول محاضره لي فما ادري في محاضره فاتتني او شيء ممكن اجيك بكره no problem you can join that on the link for the youtube on the whatsapp okay or you can chat me on the whatsapp to have the link on, okay 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 thank you very much okay thank you now by the end of the lecture guys does anyone have any questions هاي شباب حد عنده اي سؤال يعطيك العافيه يا استاذ ما قصرت ثانك يو الله يبارك فيك يعطيك العافيه يا استاذ ما قصرت الله يبارك فيك ناخذ الحضور ثم تنصرف في امان الله
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.